الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. استؤنف ضخ الخام العراقي إلى ميناء جيهان التركي بعد أن رست أول ناقلة لتحميل الخام منذ وقوع عدة زلازل يوم الاثنين، وذلك بحسب بيانات تتبع السفن ومصادر في قطاع النفط. وكان سوء الأحوال الجوية قد عطل عمليات التحميل، وأوقف زلزال عنيف ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين العمليات في ميناء جيهان، وعطلت تدفقات الخام المهمة من العراق وأذربيجان. في حين استؤنفت تدفقات الخام العراقي وصادراته، لا تزال صادرات الخام الأذربيجاني متوقفة. وقال مصدران مطلعان إن خط الأنابيب باكو تيفلس جيهان الأذربيجاني لا يزال يعمل ويستمر في نقل النفط إلى مرافق التخزين في ميناء جيهان. تراجعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أسواق إربيل بشكل كبير. وقال مصدر مالي إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجل سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 380 ألف دينار، وسعر الشراء 376 ألف دينار، فيما كانت أسعار البيع للذهب يوم أمس الثلاثاء 416 ألف دينار للمثقال الواحد. أما أسعار الذهب في أربيل فقد شهدت انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 450 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 410 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 395 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 335 ألفا. ارتفعت أسعار النفط لتواصل مكاسبها مع اليومين السابقين، حيث انخفض الدولار بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوات أقل تشددا بشأن أسعار الفائدة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.1% لتصل إلى 83 دولارا و69 سنتا للبرميل، لتزيد من مكاسبها بنسبة 3.3%. فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.19% لتصل إلى 77 دولارا و30 سنتا للبرميل. وانخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 103 دولارات في التعاملات المبكرة مواصلا الخسائر، ما جعل النفط أرخص لأولئك الذين يحملون عملات أخرى. تسعى العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي في عام 2022 على الرغم من تراجعه عن المتوقع في شهر كانون الأول بحسب بيانات حكومية. وأظهرت أرقام وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري الإجمالي ارتفع إلى 948 مليار دولار العام الماضي نتيجة زيادة الواردات التي تتراوح من النفط الخام إلى المواد الاستهلاكية بما في ذلك الأدوية والمنتجات المنزلية. ويشير المحللون إلى أن التجارة كانت عاملاً غير ثابت في نمو إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، ما أدى إلى تعثرها في الأشهر الأولى من عام 2022، ولكنها أعطت دفعاً لاحقاً. قال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج الصناعي الألماني انخفض أكثر من المتوقع في شهر كانون الأول الماضي مدفوعاً بتراجع الإنتاج في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وذكر المكتب أن الناتج الصناعي انخفض بنسبة 3.1% مقارنة بالشهر السابق، في حين كان محللون أشاروا إلى انخفاض بمعدل 0.7%. وكان الانخفاض أكثر حدة في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، إذ تراجع الإنتاج بنسبة 6.1% في شهر كانون الأول مقارنة بشهر تشرين الثاني الماضيين. وتواجه ألمانيا زيادة حادة في فواتير الطاقة على المستهلكين من الأسر والشركات وصلت إلى 3 أضعاف وسط خطة أوروبية لإدارة أزمة الطاقة خلال الشتاء المقبل.
والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. نهاية الموجز إلى اللقاء.